إطار جديد للشراكة بين المغرب وبلجيكا وقعه رئيس مجلس النواب كريم غلاب اليوم بالرباط مع رئيس مجلس النواب البلجيكي أندري فلاهوت لتعزيز الشراكة بين برلماني البلدين. À partir du document que nous avons signé aujourd'hui, nous pourrons concrètement et rapidement. انطلاقا من الوثيقة التي وقعنا عليها اليوم يمكننا التقدم على نحو ملموس وسريع في مناقشة بعض المواضيع، واليوم أدرك الجميع أن الحوار لا يمكن من تعزيز الصداقة وحسب، بل أيضا من إرساء العلاقات الحقيقية بين الشركاء على أساس الاحترام ومن تحقيق أشياء ملموسة ومفيدة للجميع. Et ça permet aussi de faire des choses concrètes, utiles pour l'ensemble de la population. La relation thunaïa entre le Maghreb et la Belgique remonte à 1860. Nous attendons aujourd'hui la signature du protocole de coopération entre le Parlement belgique et le Parlement maghrébin. Cela montre l'importance de ce protocole, qui sera un soutien لكثير من تبادل الخبرات ومن التشاور ومن العمل المشترك في المجال السياسي، في المجال الثقافي، في مجال تدبير البرلمان وجعل البرلمان يلعب دور المنوط به على مستوى الدستور الجديد. البروتوكول يعد أيضا بمثابة أرضية لتبادل الخبرات في مجال الإصلاحات الديمقراطية التي انخرط فيها المغرب، فضلا عن الدور الذي يضطلع به البرلمان في تدبير التعدد الثقافي واللغوي والجهوي.